والله ما عليك بعليك صغير هذا شو ذكره والله صغير مو مثل الشام والله هذا ابن الشام هذا طويل طيب روح لنشوف عن قريب لو قلك تعال حبيبي تعال اذا بتضلك هيا هيا اذا بتضلك على رايك وحياتك كلها سودة هون ضيع خذ لك سلفي مع الجمل اوه عن جد في واحد يطلع عليهن على فكره ها لا عم متاكد انا في الساعه كذا مثلا بكون في طلع عليهن يلا اعمل لك سيلفي هذا على الاسود هي اسمع مين هجم على الاسود ايه محمود عن جد تعال اسمه والله شاف واحد طالع راح من هون ليك وليك وحمد حمد من وين راحوا من وين راحوا مين نمر هذا؟ نمر أخوه لا شو اسمه؟ أخوه لا صبحي بتعرفه؟ يمكن فينا على فكرة فجأة بتطلع قدامك على فكرة ها ما تنقاز لا عن جد عم بحكي والله فجأة بتلاقي هي 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 انت شفته؟ اوه حلو والله نمر هذا هذا أخوه لا صبحي صبح الرشدان عرفته؟ لحام كان فاتح ب تعال تعال النار تعال 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 في طلعة من هون يعني؟ شو أساوي شو أساوي خالي؟ وين أجي؟ عشان تضحكوا أنتوا؟ عشان تضحكوا بالله عشان يا ولد هبلش يونس يما كم والله هذا لا لك هذا نمر هذا نمر ما لك أمي قلنا لك 100 مرة هذا أخوه لصبحي شفت السيارة وين حاطينها؟ في طلعة هون العاب انت بي حدا يزحلق ها قريب اسد ولا اه نمر اه تهبل علي من لك هون بيطلع لك على فكره بيهجموا فجاه حكيلو والله بكون عم فكر بالهجم عليك هسه هي ها يونس بس هيك عاليه هاي حصوصي حصوصي مكاسو